خليني اقلب معاك. انا خلصت المقدمه، ده اول ايه ليها علاقه بالزمن. تاني ايه مزمور 89. بصوا انا كنت عايز اقرا المزمور كله، لان المزمور كله من الاول قوي جدا. السماوات تثبت فيها حقك، بمراحم الرب اغني. قطعت عهدا مع مختاري، السماوات تحدد بحجائبك. من في السماء يعادل الرب؟ ده مزمور 89. من يشبه الرب بين ابناء الرب؟ اله مهوبا جدا في مؤامره القديسين، مخوف عند جميع الذين حوله. من مثلك قوي رب؟ حقك من حولك، انت متسلط على كبرياء البحر. هو ده اللي تعمله، تقوم واخد صح زي كده وتقوم طالع في الاوضه وبترفع ايدك وتصلي. ده صوت الرب، وان ده صوت الرب، ده صوت الرب اللي بمياه كثيره بيأثر في الارض. ده وقت تعمل كده، وقت تسجد جنب سريرك وتصلي الايات ده، ترفع ايدك وانت ساجد تصلي. لك ذراع القدره، قويه يدك، يمينك معتزه مرتفعه يمينك. طوبى للشعب العارفين الهتاف، بنور وجهك يسلكون. خليني اقرا لك اوصل للايه اللي انا عايز اوصل لها. يقول كده: وجدت داود عبدي بدهن قدسي مسحته، لا يرغم عدو ابن الاثم لا يذلله. اسحق اعداؤه امام وجهه واضرب مبغضيه. بيتكلم عن مين؟ عن داود. اما امانتي ورحمتي فمعه، باسمي ينتصب قرنه. عدد 26: هو يدعوني ابي انت الهي وصخره خلاصي. انا ايضا اجعله بكرا اعلى من ملوك الارض. الى الدهر احفظ له رحمتي، عهدي يثبت له. بصوا هي آية في النص، بس أنا عايز أبص عليها. هي 27. الآية دي عن داود؟ نعم. الآية دي بصورة نبوية عن يسوع؟ نعم. الآية دي بصورة نبوية عن كل واحد في المسيح في عهد مع الرب؟ نعم. محتاج تدرك قصة البكر دي وانت بتصلي، لأن الرب لما عمل عهده مع داود قال كده: أنا أثبت أمانتي ورحمتي معه، يدعوني أبي أنت، أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض. فبالنسبة للرب ده داود بكر أعلى من ملوك الأرض، بالنسبة للرب يسوع ده صورة نبوية، ابني البكر، ابني. قال كده: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لي. بس محتاج تدرك قصة بكر دي. قبل ما أخش في آية من العهد القديم، عايز أبص على آية في العهد الجديد، عبرانيين 12. قلت لك النهاردة آيات عشان تقف وتصلي بطريقة محددة. عبرانيين 12: قد أتيتم، عدد 22، قد أتيتم إلى جبل صهيون، إلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية، إلى ربوات محفى الملائكة، إلى كنيسة إيه؟ كنيسة أبكار مكتوبين في السماويات. زمان في العهد القديم كان في شريعة اسمها شريعة البكر، الابن الأولاني. في العهد الجديد الكنيسة كلها كنيسة أبكار. يعني إيه كنيسة أبكار؟ يعني كنيسة لها شريعة البكر، لها الميراث المضاعف. كنيسة كلها كنيسة أبكار مكتوبين في السماويات. كنيسة كلها. تقول لي طب ليه الرب حريص إنه يتكلم عن البكر وإن الكنيسة كنيسة أبكار؟ أقول لك اقلب معايا لسفر الخروج صح 4. سفر الخروج صح 4. في أول دعوة الرب لموسى، عدد 21، خروج 4:21، قال الرب لموسى: عندما تذهب لترجع إلى مصر، انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك وأصنعها قدام فرعون، لكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب، فتقول لفرعون: هكذا يقول الرب، إسرائيل ده ابني إيه؟ ابن البكر.
قلت لك اطلق ابني ليعبدني. أبيت أن تطلقه؟ أنا أقتل ابنك البكر. دي حتة محتاج تفهمها. ربنا بالنسبة له البكر ده غالي. البكر ده غالي. عشان كده كان فيها شريعة اسمها شريعة البكر. ده بياخد ضعفين من الميراث. ضعفين مع خاتم. ده هو الوارث. هو اللي معاه ضعفين. هو اللي معاه كل البركة. ده البكر. كنيسة في العهد الكنيسة كلها أبكار. بس البكر قصة مهمة بالنسبة للرب. قالوا أنا قلت ابني البكر لازم يعبدني. لازم يعيد. لازم يبقى حر. هتوقف طريق ابن البكر. أنا أقتل ابنك البكر. محتاجين نفهم دي. لأنه لما بندرك أهمية كلمة بكر عند الرب. أنا مش عارف إيش الموجود قدامك بس عدد 27 أنا أيضا أجعله بكرا. ده بيتكلم عن داود والعهد. البكر ده أعلى من إيه؟ أعلى من إيه؟ أعلى من ملوك الأرض. مكان الصلاة اللي أنت بتقف فيه هو مكان الميراث. والبكر أعلى من ملوك الأرض. ليه؟ لما فرعون أبى أن يطلق ابن الرب البكر اللي هو شعب الرب قال له أنت أبيت أن تطلق ابن البكر أنا أقتل ابنك البكر. إيديكم المرفوعة بالصلاة في الزمن ده مش بس بتخلي الوادي جباب جباب فمية نشرب والعدو يرى المية دم. لكن تاني حاجة لو العدو جاي يقرب من الابن البكر بيمس ابنه هو البكر.